تنتهج الدولة سياسة حاسمة تجاه المخالفات التي يشهدها الشارع المصري وتؤثر بالسلب على الحركة المرورية بصفة خاصة. من هنا تواجه وزارة الداخلية حملات متواصلة لإعادة الانضباط بالشارع المصري وضبط الخارجين على القانون. إحداها شنتها مديرية أمن الجيزة بنطاق قسم شرطة الأهرام، نجحت خلالها في رفع العشرات من حالات الإشغالات المتنوعة، كما ضبطت مئات المخالفات المرورية لقواعد وآداب المرور والتي تعرض حياة المواطنين والممتلكات للخطر. وقد تمكنت الحملة من ضبط 28 قاضية تجار في المواد المخدرة وضبط عدد من الخارجين على القانون ومرتكبي وقائع سرقات متنوعة وتنفيذ المئات من الأحكام القضائية. وبالتوازي مع هذه الحملة شنت عدد من مديريات الأمن حملات مماثلة في هذا الإطار كل بنطاقها. نجحت هذه الحملات في فرض الانضباط والقانون على المخالفين من خلال رفع الإشغالات المتنوعة التي تعيق حركة السير، ما أدى إلى مزيد من الانسيابية المرورية. كما تم ضبط مخالفات مرورية متنوعة من خلال الحملات المرورية المصاحبة لهذه الحملات الانضباطية، وتتسم هذه الحملات بالاستمرارية لتحقيق الانتشار الأمني الفعال وفرض القانون بالشارع.